البرنامج حافل ومشارك فيه عدد كبير جدا من المبدعين، سواء كان في مجال الأدب أو في الفن التشكيلي والرسم أو في مجال السينما ونشاط خاص بالأطفال. خلينا نقول من هم أهم الكتاب النرويجيين في المعرض. خلينا نبدأ بأكبر كاتب نرويجي. نعم. كاتب مسرحي هنريك إبسن طبعا، اللي هو طبعا مش موجود معنا، بس عن طريق كتاباته هو موجود بشكل قوي جدا، وهو كمان يعني معروف جدا في الأوساط الثقافية وعلى المستوى العام، يعني مين طبعا بيت الدمية. بالظبط بالظبط. كمان عندنا يون فوسة اللي حصل على نوبل، هيكون ليه برضو مكانة عالية جدا لكتاباته. والله احنا كنا نتمنى وجوده معنا في المعرض، واحنا كنا نتمنى كمان، بس هو حقيقي يون فوسة شخص ما بيسافرش، هو عايش في عالم الكتابة في النرويج، ما بيسافرش خارج النرويج كتير خالص. وحضرتك ترجمتي له كتاب صباح مساء قبل حصوله على الجائزة. ده حقيقي، احنا ترجمت له حقيقي 3 كتب، صباح مساء، الثلاثية، وبداية السبعية ان شاء الله. بالإضافة إلى يون فوسة، مين كمان من الأدباء والكتاب؟ بصي، احنا عندنا كاتب، أكبر كاتب للشباب والأطفال، اسمه يوستاين جاردر. يوستاين جاردر معروف طبعا بكتابه عالم صوفيا، اللي بيتكلم عن الفلسفة بالنسبة للأطفال والشباب. عندنا كاتبة جديدة أنا شخصيا بحبها جدا وترجمت لها كتابها، بتتكلم عن الليبرالية الحديثة. ايه هي الليبرالية الحديثة؟ كلنا يمكن كتير مننا ما نعرفش يعني ايه هي الليبرالية الحديثة، لكن لما نقرا الكتاب ده نعرف يعني ايه النظام الاقتصادي ده عمل ايه في حياتنا وعمل ايه في مجتمعنا. لاول مرة بتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب دولة من شمال اوروبا، دولة اسكندنافية، احنا ما نعرفش كتير عن الثقافة النرويجية، ووجود حضرتك يعني وحضرتك بتمثلي النرويج، بس احنا محتاجين كمان نقول لمشاهدينا ان حضرتك مصرية ومقيمة ما بين القاهرة وما بين اوسلو، فالثقافة النرويجية ايه اهم ملامحها وايه اهم ما يميزها؟ بصي، هي الثقافة النرويجية، هي النرويج كنرويج معروفة جدا بالطبيعة. نعم. وارتباط المواطنين بتوعها بالطبيعة، معتزين جدا جدا بتاريخهم، يعني تاريخ النرويج ده بالنسبة لأي نرويجي مهم قوي، الزي النرويجي مهم، الأكلات الشعبية لغاية النهاردة موجودة في البيوت النرويجية، مهتمين جدا بالأدب، يعني الأدب والقراءة دي حاجة أساسية من الطفل عنده سنتين، بنبدأ نقرأ له، الأب والأم بتقرأ له اللي هو بنسميه picture books، الكتب المصورة. الكتب المصورة، فإحنا بنعلم الجيل إزاي يمسك كتاب ويقرأ ويحب القراءة.